سمو الأمير عبد الله الله حفظه عنده أفكار كثير، وفي جعبته ما هو يستوعب هذه الأفكار بل يزود عليها. فندع الأمير عبد الله هو إن شاء الله راح يبت فيها جميعا إن شاء الله. هناك نعتب أو نقول يعني عزوف من بعض الجماهير على البطولة الأساسية. كأمير لمنطقة الرياض، توجيهك لكلمة لأهالي الرياض الأدوار الآن قبل النهائي والنهائي لحضور هذه البطولة. والله بإذن الله أهالي الرياض، جمهور رياض المملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام، بما أنها قائمة في منطقة الرياض في مدينة الرياض، نطمح إن شاء الله المزيد. وأنا أناشد إخواني الجماهير من هالمنطلق إن شاء الله، هم بإذن الله راح يبيضون وجهنا وراح يشاركون المشاركات الطيبة المنضبطة بإذن الله إن شاء الله. إذن هذه دعوة للجمهور أكيد للحضور، دعوة مفتوحة لهم إن شاء الله. سمو الأمير، كيف ترى هذه الفعاليات المتميزة التي عدتها عمارة منطقة الرياض، ورأيتم هذه الفعالية الممتازة وشاركتم؟ أنوار الفعالية، أنا أعمل فعالية لراه الجمهور، وحنا نبغى انطباعه ونبغى الجمهور يشاركنا بآراءه بأفكاره في التواصل الاجتماعي، حيث نطور من نفسنا أكثر فيها إن شاء الله. لكن نحن نعمل والجمهور هو اللي يرى ويحكم. سؤال أخير، في ناس في السنوات الأخيرة كثير طالب بالغاء البطولات الخليجية، في بطولة خليج 22 في الرياض شفنا فعاليات كثيرة غير بطولة كرة القدم الاعتيادية، رسالتك لمن يطالب بإلغاء كأس الخليج والتجمع الخليجي وردك؟ الخليج هو هويتنا الوطنية جميعنا كدول من التعاون الخليجي بالذات، من يطالب الغاء يطالب الغاء هويتنا، وحنا جدا نرفض الشيء هذا، بل بالعكس نريد أن نطورها ونحفزها، وزي ما أشار سمو الأمير خالد الفيصل الله حفظه بتطويرها الرياضة وجعلها إلى أولمبيات وإلى نشاطات أخرى، ولا تقتصر على الرياضة، بل رياضة وثقافة وعلم واستراتيجيات علمية أكثر وتراث وفنون تشكيلية وجميعها. هذه ما نستاهل ونوطن في بلدنا هذا، لكي لا نغمس. الخليجيين لهم هويتهم ويجب إبراز هويتهم من شبابهم، وشبابهم لازم يساندون الشيء هذا فيه ولا ينغمسون في حضارات أخرى غير حضارتهم، لأن حضارتهم جديرة وكفو وتستاهل من يلتفت لها إن شاء الله. شكر جميع كلهم الأكشن دوري وكورة والتلفزيون السعودي وجميع الأخوان والكاس، فنحن نشكركم جميعا اخوان الاعلاميين في هذا الملتقى، ونحب ان شاء الله يكون الاعلام مسؤول، زي ما سمعنا الكثير من الاخ طلال الشيخ راح يكون هيئه رياضيه اعلاميه تشكل وتقنن هذه التفاعلات الاعلاميه في هذا الحدث ان شاء الله. نحن نساندها بجميع ما نستطيع ان شاء الله، والشكر لكم جميعا اخوان. شكرا لكم. شكرا لك سمو الامير. طب هذا حديث الامير تركي عبد الله، امير منطقه الرياض، فازت قطر ببطوله البلاي ستيشن قطر. والله هذه اشاره ترى ممكن تكون، لا يمكن البطوله هذه الوحيده لهم. والله ما ادري، قد تكون هذه المقدمه يعني. ابو نايف، الامير تركي بن عبد الله، انا قاعد اقول انك شعور المسؤول واحساسه بقيمه الرياضه وانها من الاولويات، هذا هو اللي يطور الرياضه. اللي جالس انا اشوفه خصوصا في بطوله الخليج، ان الرجل هذا يعني بروحه بحيويته بنشاطه أشعرك أنه موجود معك حتى في البطولة هذه. وأنا أكرر أنه يعني برضو أمير منطقة الرياض جالس، خلينا نقول ينقذ ما يمكن إنقاذه في نجاح البطولة اللي قاعد يشتغل فيه، يعني جالس يشتغل على فن الممكن بحركته هذه، بحيويته، بتواجده، بترحيبه بالضيوب، وجوده في كل مكان، جالس يعطي برضو بطولة الخليج بعد آخر جميل. ودعوته اليوم انت قاعد تحس يعني، او الجمهور الرياضي جالس يحس ان امير منطقته حاس بالجمهور. انا اتوقع باذن الله يعني جمهور نادي الرياض يبي يحضر، خلينا نقول حتى لو زعل على لوبيز، زعل على الاختيارات الموجوده، بيحضر كنخوه، بيحضر ك يعني تلبيه دعوه، ان الان انت الان مطلوب منك يا جمهور انك تحضر وتساند منتخبك. احنا عارفين اللي قاعد يصير، وهم عارفين الجمهور اكثر منا يمكن بالأحداث اللي قاعدة تصير المنتخب، ولكن أنا من وجهة نظري دائما أقول مو ذنب اللاعب اللي يتم اختياره عشان يلعب في التشكيلة، يعني مو ذنبي أنا مثلا إنك لبسته في النينة ونزلته تحت، يمكن تلوم الشخص المسؤول عن الشيء هذا. لذلك أتمنى فعلا أن الجمهور يحضر تلبية نداء هذا الأمير اللي يستحق فعلا إحنا نلبي دعوته بالجهود اللي قاعد يعملها والملموسة. أبو فرحان، أبو جود، أنا بالمصادفة اليوم كان مقالي جريدة يقال اليوم جريدة الرأي القطرية، ذكرت آخر فقرة أن من لما مست من
أمير تركي، أمير رياض، أمير شاب، فرت على القنوات، مشاركته الفعالة اليومية الإيجابية رغم مسؤولياته كأمير منطقة، يعني مو بس الرياضة، عنده كل قطاعات المنطقة، يعني الرجل للأمانة يشكر. وكتبت يعني في زاوية الطروس: أمير شاب غيور على وطنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنا يعني أشرت فيها إلى تعصب غياب الجماهيري، الأمور اللي قاعدة تغلي بالساحة السعودية. الأمانة الأمير جهوده ملموسة ويشكر عليها، ولاحظها حتى مو السعودي، لاحظها حتى الوفود الخليجية كلها قاعدة تشوفها، يدش على المركز العامي، يدخل على الريدز، يفتر على القنوات، يفتر على الوفود، أي لوازم. وأمس جتنا دعوة عشاء، دعا الوفود كلها اليوم، كل وفود حياكم على العشاء، الساعة المباركة. يعني هذا من أمير منطقة قاعد يشعر العالم أني أنا معاكم، وهذا شيء يشكر عليه، مو غريب على الأمير تركي، ونشكره حنا. أنا باسمي واسم اللي معاي نتقدم له بجزيل الشكر للأمانة اللي ما لمسنا من جهد متعوب عليه. أبو عبد الله، طبعا يمكن الأمير تركي لو نتكلم عنه لأنه في حقه بصراحة أمير شاب يجمع ما بين يعني أشياء كثيرة، يمكن أنا أعرفه عن قرب، رجل طيار، يمكن بعض الأشخاص يمكن ما يعرف أنه رجل طيار على F-16 يعني مقاتلات، هو الآن يتبوى منصب أمير منطقة الرياض. العمل اللي قاعد يقدمه الآن شيء يعني يشعرك بقرب المسؤول للمواطن، تلمس حاجاته، الأشياء اللي قاعد يقدمها، زيارته للإعلاميين، زيارته للقنوات، يمكن إشادته حتى في الإعلاميين سواء على مثل القنوات سواء روتانا أو غير روتانا، ما يقدمه الأمير تركي بن عبد الله يعني بصراحة يشعرنا بمستقبل كبير، سواء إحنا يعني كمحسودين على من أهل منطقة الرياض أو على مستوى الرياضة واللي هو نتطلع له. الدعوة أتمنى أنها تلبى هذه الدعوة بالحضور، هي يعني واجب وطني حضور مساندة المنتخب في مباراة مصيرية ومباراة مفصلية بالنسبة لنا. أتمنى بمشيئة الله أن يوافق هذه الدعوة انتصار من اللاعبين المنتخب السعودي، ويقدمون يمكن أبسط هدية لوطنهم بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج. أبو حمدان، الصراحة أنا معجب جدا تركي بهذا الرجل، هذا الرجل منذ أن وصلنا إلى الرياض ونحس بمدى ما يقدمه للشباب وللرياضة، كون هذه يعني هالفئتين أو فئة الشباب وأيضا الرياضة عنصر فعال لكل مجتمع. تجربتي مع الأمير تركي بن عبد الله عندما زار زيارة مفاجئة للمركز الإعلامي لخليج 22، أنا كنت متواجد، قدمت له ملحق البيان لنعمله مخصص لدورة الخليج 22. قبل ما أقدم له قال لي: لا تقدم لي، قول لي راضي على المركز الإعلامي. قلت له: نعم طويل العمر مو مقصرين. قال: راضي؟ مرتين سألني. قلت: نعم. طيب والرياض؟ قلت له: مو مقصرين، بياض وجه طال عمرك. يعني في الإمارات التركي إحنا نعرف مدى تأثير هذه الروح الشبابية لدى المسؤولين. إحنا عندنا تجربة يمكن جميلة جدا، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذه التجربة اللي شفناها على أرض الواقع نعرف وندرك مدى تأثيرها على الشباب على المواطن. عندما نشوف هذه القامة، هاي المسؤولين الكبار ينزلون للشارع، يدخلون مع الشباب ببساطتهم بتواضعهم، لها تأثير كبير تركي. بس شوفون تأثير هذه الزيارات واللي تشوفونه فيها الفترة الحالية مدى تأثيرها في الأيام القادمة. عموما بس أنا كل شيء عجبني فيه إلا دعوة للجمهور، هذا ما بغيت اليوم يقدم الدعوة. عموما التحرك هذا جميل، والتحرك هذا يعني يعطي انطباع جميل عن خلينا نقول البطولة وعن المدينة المنظمة للبطولة. كل الشكر لأمير تركي بن عبد الله، نتمنى فعلا أن الجماهير تلبي هالدعوة وتتواجد غدا في استاد الملك فهد الدولي، لأنه يعني مباراة نصف النهائي يجب أن يكون الحضور الجماهيري يليق بمباراة نصف النهائي بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. نتمنى أن تكون هذه المباراة يعني قوية وتفي بكل الوعود المنتظرة منها.